صحة وسعادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صباح الخير والنور والإشراق، صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة، صباح مليء بالتفاؤل والإنجازات. فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج إذاعي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. هذه الإذاعة المتميزة تفتح الهيئة من خلال هذا البرنامج بوابة ونافذة على مؤسسات المجتمع وأفراده لتقدم لكم مساحة للتفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. فأهلا وسهلا بكم، هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج محمد الصفار، وفريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. مثل ما عودناكم دائما مستمعينا في كل بداية حلقة نطالعكم بمجموعة من الأخبار المحلية والعالمية. نبدأ اليوم الخبر الأول اللي هو بعنوان الفريق السماوي في بنات المدينة يناقش مبادرات المدارس. تفاصيل الخبر: ناقش الفريق السماوي لخدمات صحة الأطفال لتقليل نسبة السمنة ضمن سباق بنات المدينة الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في اجتماعه الذي عقد أخيرا في حديقة الخور. مراحل تطبيق المبادرات التي تم اختيارها في تجمع السباق اللي هي المدارس السعيدة والملف الصحي للطلاب واعرف غذائك. يشارك في الفريق كل من هيئة الصحة في دبي وبلدية دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومنطقة دبي التعليمية. وأوصى المشاركون في الاجتماع كل جهة من الجهات لتنفيذ مبادرة المدارس السعيدة التي ستكون تشاركية بين جميع الدوائر المشتركة في الفريق، حيث وزعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية استبانة على المدارس، وبناء على نتائجه سيتم تحديد المدارس المستهدفة للبدء بالمرحلة الأولى من التطبيق. كما اعتمد الفريق مؤشرات لقياس المبادرة، منها معدل النشاط البدني ورفع نسبة الوعي، على أن تكون بيانات خط الأساس بناء على الاستبانة المرسلة. وأنيطت مسؤولية تنفيذ مبادرة المدارس السعيدة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدعم من هيئة الصحة في دبي وبلدية دبي ومنطقة دبي التعليمية. وأوكلت مهمة قيادة مبادرة الملف الصحي لهيئة الصحة بدبي بدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية وبلدية دبي ومنطقة دبي التعليمية. في المبادرة الثالثة أعرف غذائك، عرض المجتمعون خطتها التفصيلية، إذ سيتم البدء بإعداد الدليل الخاص بها وهو الهدف الأساسي من المبادرة. ووضع المشاركون مؤشرا مقترحا وهو إعداد دليل بنسبة 100%، وستتولى بلدية دبي مسؤولية تنفيذ هذه المبادرة بدعم من هيئة الصحة في دبي ووزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة. طبعا نحن في القادم من الأيام نحاول نسلط الضوء أكثر على هذه المبادرات ونعرف تفاصيلها، وإن شاء الله نحاول نستضيف عدد من الضيوف لمناقشة هذه المبادرات، مبادرات الفريق السماوي في سباق بنات المدينة. خبر آخر نستعرضه معاكم مستمعينا: مركز صيني للأبحاث يشير إلى إفراط الصين في استخدام المضادات الحيوية. قالت وسائل الإعلام الصينية نقلا عن نتائج بحث أجرته جامعة فودان بشنغهاي إن الأطفال في شرق الصين يتعرضون لمستويات عالية من المضادات الحيوية جراء تناول الأغذية ومياه الشرب التي تحتوي على معدلات عالية منها
ما يلحق الضرر أو يلحق الضرر بالصحة على المدى الطويل. توصلت الدراسة التي جرت على 21 من المضادات الحيوية الشائعة، منها ما يستخدم للحيوانات، إلى أثار من مضاد واحد على الأقل في 80% من مجموعة تضم 505 طلاب من تلاميذ المدارس في شنغهاي. يعني في شنغهاي هي مركز الأنشطة التجارية الحديثة في الصين، يعني عدد سكانها يتجاوز 20 مليون نسمة. هذه الدراسة صارت هناك. قالت منظمة الصحة العالمية أن الصين تعاني من الإفراط الخطير في استخدام هذه المضادات التي يصفها الأطباء لنصف عدد المترددين على العيادات الخارجية، وهو ما يتجاوز كثيرا مستويات الموصى بها. وأفادت نتائج تقرير للمنظمة في نوفمبر الماضي بأن نحو ثلثي الصينيين يرون بضرورة استخدام مضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا ونزلات البرد، فيما يرى الثلث الباقي أنها فعالة لعلاج الصداع. طبعا مستمعينا، نحن في حلقة من الحلقات تناولنا هذه المسألة بشكل مفصل، يعني الأضرار اللي يترتب عليها الاستخدام الغير مدروس للمضادات الحيوية. وهني ندعوكم حقيقة ل يعني أخذ الحيطة والحذر في استخدام مثل هذه المضادات. الآن بنطلق إلى الملحق الصحي الصادر مع صحيفة البيان يوم الأحد الماضي، اللي هو البيان الصحي. بأخذ لكم هذه الدراسة اللي عنوانها الأمهات العاملات أقل عرضة للاكتئاب. تقول الدراسة أن هي دراسة أمريكية أجرت بحث ميداني بيّنت فيه أن الأمهات العاملات أقل عرضة للاكتئاب وأكثر شعوراً بالسعادة والصحة من غير العاملات. وأظهرت الدراسة أن الأمهات العاملات بنظام الساعة أفضل حالاً من النساء العاملات دواماً كاملاً أو ربات البيوت من حيث الصحة والحالة النفسية. وأكدت أستاذة التطور الإنساني والعائلة بجامعة كارولاينا الشمالية شيريل بولر أن الرسالة الحقيقية من وراء البحث هي أن تسعى المرأة للحصول على وظيفة إما بدوام كامل أو جزئي. ورغم أن الآراء تباينت في الدراسة في الدراسات العديدة التي قامت بتحليل هذا الموضوع في السابق، إلا أن بولر ركزت على تأثير عمل الأمهات من خلال ثلاثة محاور، هي حساسيتهن تجاه أطفالهن ومشاركتهن في شؤون أطفالهن ووسائل التعليم التي توفرها الأمهات لأطفالهن كالكتب والقيام بنشاطات توعوية. طيب الحين هذه الدراسة صارت في أمريكا، لكن هل ممكن أن نطبقها نحن عندنا؟ هل بالفعل المرأة العاملة أكثر صحة نفسيا وأكثر صحة بدنيا من المرأة التي تجلس في البيت كربة بيت؟ هذا أعتقد نحن نحتاج دراسة في هذا الموضوع، وممكن نحصل نتائج قد تكون متوافقة أو مختلفة مع الدراسة اللي صارت في أمريكا. طيب في بعد خبر جميل جدا، انزين ومثل هذه الأخبار أنا أحبها الصراحة. يقول تسعة طرق للتخلص من الدهون دون تمارين. البعض ترهقه التمارين الرياضية ويمل منها سريعا، وهو ما لا يحقق له ما يريد من عملية فقد الوزن التي يريدها، ويفشل البعض في اتباع نظام غذائي صارم، ومن ثم فلا يوجد له سبيل لإنقاص الوزن. ولكن أثبتت دراسة جديدة أن هنالك تسعة طرق ذكية للتخلص من الدهون بدون تمارين. ركزوا. من هذه الطرق: مشاهدة المرآة كل يوم بشكل منتظم، زين، وذلك لترى كمية الدهون التي حصلت عليها والوزن الكبير لجسمك، ثم قم بحمل تحفيز ذاتي لنفسك من خلال الصيام أو عدم تناول الطعام بشراهة، والتخلص من الأعذار لعدم فقدانك الدهون حتى الآن، والتوقف عن الأكل بمجرد الشبع أو حتى قبل الوصول لتلك المرحلة،
وتجنب شراء مواد غذائية زائدة عن الطلب، خصوصا المواد اللي انت تعرفون البسكوت والشوكولات، يعني الواحد يدخل الجمعية يخم الجمعية ويروح. انزه. فضلا عن التخلص من الوجبات السريعة مع محاولة تناول طعام صحي ولو بنسبة 80% ومنخفض السعرات الحرارية، والابتعاد عن القلق والتوتر والصراعات النفسية والاجتماعية. أيضا حاول أن تفكر في الوزن الذي وصلت إليه، وتفكر في كيفية التخلص من الدهون بشكل مستمر، وحاول ارتداء ملابسك القديمة التي كنت ترتديها وأنت رفيع. لبسك هذا يوم أنت ضعيف البسه، شوف شو قال سوى جسمك، حتى تعرف كمية الدهون التي اكتسبتها، وتحاول أن يكون لك هدف حتى تفقدها، إضافة إلى الاعتماد على تمارين اليوغا والتأمل. يعني سوالف سناب شات ونصور الأكل وإنستغرام وموجوع قلبي، هذه السوالف هذه ما تزيد وزنك، ما تنقص وزنك. عموما فاصل مستمعينا، وما ننطلق إلى الملف الطبي اللي ما نطرحه اليوم مع ضيوفنا اللي بيكونون معانا عبر الهاتف. موضوع شيق ما نتكلم فيه، اللي حاب يتداخل معانا يقدر يتصل على رقم 600-551-414 أو على الرسائل النصية 4006. فاصل وما نرجع لكم. صحة وسعادة. أهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الخاص بالملف الذي نطرحه في كل أسبوع. بداية يعني بتكلم أنا عن بداية هذا الأسبوع تم إطلاق مشروعي سلامة ونابض، وبإطلاق هذين المشروعين تكون هيئة الصحة قد أضافت إنجازا مهما في مسيرتها. هذا الإنجاز تتجلى فوائده ونتائجه العامة في جعل دبي النموذج العالمي المبتكر والمدينة الصحية الذكية، وذلك من خلال حجم البيانات والمعلومات التي ستدعم اتخاذ القرار في الإمارة، وتعزز توجهاتها نحو تحقيق الرضا والسعادة لجميع أفراد المجتمع، إلى جانب آثار الإيجابية الواسعة على مستوى الخدمات التي ستقدمها الهيئة، وأهمها ما يرتكز على حالات الطوارئ التي سيتم التعامل معها من خلال النظام الصحي الذكي، وذلك في زمن قياسي لعلاج المريض ومتابعة حالته الصحية وصرف الدواء اللازم له بسرعة الممكنة، إلى جانب توفير شبكة دبي التكاملية الصحية التي تهدف إلى إنشاء ملف إلكتروني للمريض على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لضمان رعاية صحية تامة بتكلفة أقل، وكذلك بالنسبة إلى التنسيق بين نابض والمشروع الاتحادي للملف الإلكتروني الصحي الموحد الذي وضعته وزارة الصحة ووقاية المجتمع للوصول إلى ملف صحي إلكتروني موحد لكل مريض على مستوى الدولة بشكل عام، مما لا شك فيه أن لهذا التحول أيضا فوائده على مواضيع أو على قطاعات أخرى، منها على السياحة العلاجية وتهيئة بيئة الاستثمار الأمثل في هذا القطاع الحيوي قطاع الصحة، ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ورفع كفاءة المظلة التأمينية. وهذا أحد أهم الموضوعات المهمة التي يسعدنا حقيقة أن نستضيف فيها على الهواء مباشرة معنا الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، والدكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة. فحياكم الله معنا دكاترة. يا مرحبا. في البداية أنا أبغي أتعرف حقيقة إلى ما تتجه إليه صحة دبي وما ينتظر القطاع الصحي في ظل استراتيجية الهيئة 2016-2021 مع إطلاق يعني حزمة المبادرات الاستثنائية التي بدأتها الهيئة ببرنامج سعادة مؤخراً، أيضا مطلع هذا الأسبوع مشروعي سلامة ونابض. هذا السؤال بوجهه لكم اثنينتكم، ببتدي مع الدكتورة ليلى إذا تسمح لي. دكتور حيدر، يا ترى إلى أين نحن نتجه؟
جزاك الله خير أخوي محمود على هاي الاستضافة وعلى أن تتناول الموضوع الشيق الجميل هذا. طبعاً نحن بإطلاق المشروعين سلامة ونابض، هذا حدث كبير لإمارة دبي ولدولة الإمارات، خاصة من هذا المشروع بيجعل إن شاء الله دبي الوجهة العالمية المفضلة للعلاج من خلال جعل دبي المدينة الصحية الذكية. المشروعين هذي اللي إن شاء الله سوف يؤدون إلى تعزيز العلاقات بين القطاعي الخاص والعام من خلال تبادل البيانات والمعلومات اللي تدعم اتخاذ القرار بشأن العلاج المقدم للمرضى، سواء المريض المقيم في دولة الإمارات أو القادمين إلى دولة الإمارات وإلى دبي بشكل خاص بقصد العلاج في الإمارات. كذلك شيء جميل بالنسبة لمشروع نابض أن يقلل من تكاليف العلاج للمرضى، واللي قدرتها هيئة الصحة بأنها راح تقلل النسبة إلى بنسبة 35% تقليل تكاليف العلاج. كذلك يعني هذا يساهم بشكل كبير في جذب السياح بقصد اللي جايين للعلاج في إمارة دبي، لأن تعرف أخوي محمود أن السائح اللي يروح أي دولة بقصد العلاج تكلفة العلاج تكون هي من أحد العوامل المهمة لجذب السائح العلاجي لأي دولة، ومن الأسباب اللي تجعل السائح عادة أنه يختار وجهته العلاجية على أساس هذا العامل. كما أن النظام نابض وسلامة يجعل يخلق بيئة آمنة للسائح العلاجي والمقيم كذلك، بحيث بأن سرعة إنجاز الخدمات المقدمة له بكفاءة عالية. وكذلك أثبت الدراسات بأن الأخطاء الطبية تقل بشكل كبير من خلال تطبيق النظام الإلكتروني للملفات الطبية، وهذا الشيء يعني يخلق الأريحية للمقيمين وكذلك للسائح العلاجي، لأن يوم تشوف أن المدينة هذه فيها الملفات الطبية وفيها الملفات الطبية الذكية وفيها هي مدينة ذكية وفيها الأخطاء الطبية قلت بسبب جعلها مدينة طبية، فيجعل للسائح العلاجي أريحية، وأن هذا يساعد على اختيار الوجهة هذه كوجهة للعلاج. كذلك أن الربط الإلكتروني هذا القطاع الطبي العام والخاص يساهم مثل ما قلت في سهولة ربط المعلومات، سواء في ربط معلومات المريض أو الخدمات المقدمة والمتوفرة في القطاعين، ويؤدي إلى سرعة الخدمات. كذلك المشروعين هذيل يؤدون إلى أن الطبيب اللي يشتغل سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام بأن هناك تكون له أريحية، بأن في هناك جهة معاونة تساعده إذا احتاج إلى أي معلومات، سواء معلومات عن الأدوية إذا ما كانت متوفرة في الجهة اللي هو يشتغل فيها، أو عن توافر الأسرة في المستشفيات الأخرى الموجودة في الإمارة. دكتورة، أنا بتناول الجوانب اللي ذكرتيها بالتفصيل أثناء هذه أثناء يعني سير الحلقة، لكن برجع حق الدكتور حيدر. دكتور حيدر، يعني أنا كنت أتحدث عن استراتيجية من 2016 لين 2020 فيها حزمة مبادرات استثنائية، بديناها ببرنامج سعادة، وأيضا تكلمنا الدكتور عطتنا يعني تعريف لا بأس فيه عن مشروعي سلامة ونابض، لكن برجع بس المرة ثانية، وين نحن رايحين؟ نعم، سننطلق أخوي محمود. طبعا مشكورة الدكتورة على الوصف الجميل الصراحة اللي ذكرتها عن نابض وسلامة. لو تشوف اليوم أخوي محمود الدول لما تتكلم أو المدن لما تتكلم عن تحولها إلى مدن ذكية عادة تركز على عدة قطاعات، يمكن أهمها قطاع المواصلات، قطاع الخدمات المالية، قطاع التكنولوجيا. تتكلم عن قطاعات متعددة إذن تكون القطاعات الرائدة في تحولها إلى مدن ذكية. اليوم يمكن إمارة دبي يمكن من أول المدن على مستوى العالم اللي طرحت تحولها إلى مدينة ذكية في قطاع الصحة، وهذا الطرح حتى على المستوى العالمي يعتبر طرح جديد ومتميز. الحقيقة مثل ما تفضلت من خلال استراتيجية الهيئة في وحدة من المحاور 15 الرئيسية للاستراتيجية تتكلم عن التكنولوجيا والتحول الذكي لمنظومة الصحة في إمارة دبي. طبعا من تداخل الموضوع هذا مع منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي، الحقيقة اليوم قاعدة بيانات الضمان الصحي في الإمارة من خلال بوابة المطالبات الإلكترونية حاليا تعد الأكثر تطورا في العالم، وراح تكون بشكل رئيسي تتداخل مع برنامجي نابض وسلامة،
وراح تشتغل معاهم بشكل مباشر مثل ما تفضلت الدكتورة ليلى لتكوين قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات الصحية في إمارة دبي، وكذلك تتداخل مع قاعدة البيانات المركزية لدى وزارة الصحة. وبالتالي قدرة الهيئة على رؤية جميع أنماط السلوك في المنظومة الصحية وتطوير استراتيجيات دائما تكون متطورة للاستفادة المثلى من المنظومة الصحية في الإمارة بشكل عام. كذلك برنامج سلامة من خلال دخول الهيئة كذلك إلى منظومة الضمان الصحي راح يبدأ تطبيق التأمين الصحي في مرافق الهيئة ومستشفيات الهيئة، وبالتالي جميع الأفراد اللي هم مستفيدين من عندهم برامج تأمين صحي راح يقدرون يستفيدون من البرامج هاي في مستشفيات وعيادات الهيئة، وراح تدخل الهيئة ضمن كذلك بوابة منظومة الضمان الصحي في الإمارة. فالحقيقة هاي الخطوة المثالية والتطور الفعلي للمنظومة الإلكترونية الصحية في إمارة دبي. ذكرت كذلك أخوي محمود يمكن برنامج سعادة، وكان من أول برامج التأمين الصحي اللي تطلق بطريقة ذكية. الحقيقة يمكن اليوم أكاديمية جواز التميز في المنطقة العربية أعلنت فوز برنامج سعادة بدرع الحكومة الذكية عن فئة الصحة على مستوى المنطقة العربية، واللي هو تطبيق برنامج سعادة. فالحقيقة الحمد لله تعالى من خلال الاستراتيجية هاي، من خلال التوجه، ومن خلال كذلك إطلاق برنامج سلامة ونابض، أثبتت الهيئة اليوم أن إمارة دبي فعلا في طليعة الأنظمة الصحية المتقدمة إلكترونيا، وتتجه ناحية مستوى عالي جدا من الأتمتة والتميز الإلكتروني. جميل، مبروك دكتور. شو اسم الدرع؟ درع الحكومة الذكية لي؟ درع الحكومة الذكية عن فئة الصحة للمنطقة العربية. المنطقة العربية، ما خبرتنا عنها دكتور هذا. والله تو وصلتنا رسالة الفوز. يعني هذا خبر حصري على صحة وسعادة بفوز هيئة الصحة بدرع الحكومة الذكية عن فئة الصحة على مستوى المنطقة العربية. طيب أنا دكاترة بكون متواصل معاكم، المخرج يأشر لي على فاصل قصير، عندي وايد محاور أبغي أطرحها من خلال هذا الملف الصحي اللي طارحينه اليوم الخاصة بموضوع التمويل والتنظيم، خاصة وأن هذين القطاعين بالتحديد من القطاعات المزودة للبيانات الخاصة بالقطاع الخاص أو القطاع الصحي الخاص. فعندي وايد محاور إن شاء الله من أطرحها بعد الفاصل. أتمنى بس تتمون معايا على الخط وفاصل، وما نرجع لكم مستمعين الكرام اللي عنده أي استفسار حول هذا الموضوع، مواضيع الخاصة بالتنظيم أو التمويل الصحي، ممكن من خلال التداخل معنا عبر الهاتف أو عبر الرسائل النصية. فاصل وما نرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند الملف الصحي اللي نطرحه في هذا الأسبوع مع الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، والدكتورة ليلى مرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة. وتناولنا حقيقة اطلاق حزمة من المشاريع اللي طرحت مؤخرا في ضمن الاستراتيجية الخاصة بهيئة الصحة اللي تم اطلاقها من 2016 لين 2021. الان برجع للدكتورة ليلى المرزوقي. دكتورة، يعني كانت هنالك نتائج متوقعة من تطبيق سلامة ونابض على مستوى الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص، أنت ذكرتي جوانب منها. الآن اللي أبغي أعرفه بالنسبة للقطاع الخاص، وهو أحد الأعمدة الأساسية اللي بتقوم عليها أو هي قائمة عليها حق دبي، لكن سوف يتم أيضا من خلال تطبيق مثل هذه المشاريع اعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير
في عملية تقديم الخدمات العلاجية، خاصة مثل ما شفنا نحن في مواضيع الطوارئ وانتقال سيارات الإسعاف ما بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة. هني أبغى أشوف يعني كيف ينظر القطاع الخاص لتطبيق مثل هذه المشاريع. جزاك الله خير أخوي محمود. طبعا أول شيء أنا أبارك للدكتور حيدر على هذا الإنجاز العظيم، وأبارك لهيئة الصحة بفوز بهذه الجائزة. ولدان دكتور حيدر. أرجع لي سؤالك أخوي محمود. طبعا القطاع الخاص اليوم نحن شركائنا الاستراتيجيين في تقديم الخدمات الصحية، هم يقومون بدور كبير في تقديم الخدمات الصحية في الإمارة. نحن نعرف بأن 70% من الخدمات الصحية المقدمة في إمارة دبي يقدمها القطاع الخاص، وباقي 30% الخدمات تقدمها هيئة الصحة في دبي. طبعا القطاع الخاص اليوم عنصر وايد مهم بالنسبة لنا، وطبعا تطبيق مشروعين كبار مثل سلامة وخاصة نابض، طبعا هم بيكونون شركاء الاستراتيجيين معنا في تحقيق الأهداف المرجوة. طبعا القطاع الخاص يكون شيء يعني هذا شيء طيب بالنسبة لهم، لأنه يؤدي إلى التواصل وكسر حواجز التواصل بينه وبين القطاع الصحي الخاص والحكومي، وبتكون مثل قاعدة البيانات مشتركة بين القطاعين، ويسهل طبعا سهولة تنقل المعلومات بين القطاعين، مما يؤدي طبعا إلى في النهاية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة في الإمارة، وأكثر حفاظ على سلامة المرضى كذلك، مما يؤدي طبعا إلى تحقيق السعادة والرضا وتحسين أشكال التواصل والترابط بين القطاعين من دون الإخلال بخصوصية المرضى ومعلوماتهم. طبعا نابض بيحافظ على خصوصية المرضى، وهذا يعني شيء من أولويات اللي أخذتها هيئة الصحة في دبي، خصوصية المرضى ومعلوماتهم وبياناتهم كذلك. وكذلك نابض من الأشياء المهمة اللي إن شاء الله راح يقدمها للإمارة بأن يقدم توفير البيانات الإحصائية اللازمة، بتكون هالبيانات من القطاعين الخاص والحكومي، البيانات هاي بتكون كلها متوفرة، وطبعا إذا البيانات هذه تكون متوفرة راح يستخدمها المستثمر اللي راح يجي عشان يستثمر في القطاع الصحي في الإمارة، لأن أي مستثمر قبل أي دولة يستثمر يحتاج المعلومات، كم عدد المرضى، كم شو أنواع الخدمات اللي المرضى يطلعون الحصول عليها، وشو هي الدخل المرضى في كل القطاعات، شو في كل خدمة اللي يقدمها القطاع الحكومي الخاص وقطاع الخاص والحكومي. طبعا هذا الربط يجعل أن المعلومات هذه تكون متوفرة للمستثمرين، يؤدون إلى زيادة الاستثمار في القطاع الطبي الخاص في إمارة دبي، وهذه من توجيهات الاستراتيجية لهيئة الصحة في دبي. وإذا زادوا المستثمرين في إمارة دبي بتزيد عدد المنشآت التخصصية والخدمات التخصصية، وبيوننا إن شاء الله أكثر وأكثر من المهنيين الصحيين المتخصصين اللي احنا نسميهم سوبر سبيشاليزيشن، وهذا يؤدي إلى أن يزيد عدد السياح الليون الإمارة بقصد السياحة العلاجية، لأن أنواع الخدمات راح تزيد، الخدمات النادرة اللي ما راح تقدمها أي دول ثانية، دولة الإمارات ودبي بيكونون من الطليعة اللي راح يقدمون هذه الخدمات. وطبعا نحن كل الهدف الأخير والنهائي هو أن سلامة المرضى وأحسن الخدمات، أن نوفر أعلى الخدمات الطبية من ناحية الجودة ومن ناحية تقليل المخاطر وتطبيق طرق العلاج المعروفة عالميا. نعم. طيب دكتور حيدر، يعني الآن أنا قبل أذهب إلى محور يعني كيف سيزيد مشروعي سلامة ونابض من كفاءة المظلة التأمينية، في عندي مجموعة أسئلة حتى كذلك وردت من الجمهور. في سؤال يتكلم بعد كذلك عن تأخير الموافقات لبعض شركات التأمين، وأيضا لماذا هنالك شركات ترفض الدفع المسبق للعلاج. هذه ممكن نجاوب عليهم على السريع دكتور، وعقب ندخل في مسألة سلامة ونابض كيف سيزيدان من كفاءة المظلة التأمينية. نعم.
بالنسبة لعملية الموافقات، الحقيقة هذا الموضوع احنا ننظر له بشكل دقيق. طبعا في عندنا نوعين من البرامج، عندنا البرامج التابعة للحكومة مثل برنامج عناية وسعادة اللي هي البرامج اللي احنا نراقبها بشكل مباشر، وعندنا جميع برامج التأمين الصحي العاملة في إمارة دبي، وكذلك ان احنا نراقبها كجهة رقابية في هيئة الصحة مسؤولة عن منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي. عملية الموافقات، اول شيء نتكلم عن نوعية العلاج. بالنسبة للعلاج الطارئ، وهي نقطة جدا مهمة لكثير تغيب عنه، ما في حاجة لموافقة مسبقة. يعني اليوم في عملية طارئة، مريض دخل إلى المستشفى، إلى أي مستشفى قسم الطوارئ، الحالة اللي موجود فيها حالة طارئة، بالحالة هاي ما يحتاج المستشفى إنه يأخذ موافقة مبدئية من شركة التأمين، يقوم على طول بعلاج المريض، ومن ثم يقدم المطالبة، وعنده 24 ساعة يقدم فيها المطالبة لشركة التأمين. بالنسبة للعلاج الغير طارئ اللي هو ما يسمى بالإلكتيف كير، في حالة الإلكتيف كير عادة المهلة الممنوحة للحصول على الموافقة توصل إلى 48 ساعة، وتختلف باختلاف البرامج. أحيانا يكون في تأخير في بعض المستشفيات في تقديم الطلب، لأن المستشفى مثلا لازم يكمل طلب المطالبة، بحيث أنه محتاج معلومات معينة، مثلا بعض الفحوصات اللي تثبت حاجة المريض لهذا النوع من العلاج، ومن ثم يأخذ وقت لين ما يكمل المعلومات المطلوبة ويقدم المطالب لشركة التأمين. وأحيانا يكون في تأخير من المستشفيات، أو يكون في تأخير كذلك من شركات التأمين. احنا نراقب مؤشرات الأداء هاي، نطلب من الأخوان إذا كان في تأخير معين من شركة معينة أو من مستشفى معين دائما التواصل معنا، بحيث أن احنا نتابعه بشكل أدق. لكن بشكل عام هذه يعني لا تخرج عن كونها حالات فردية، مش ظواهر عامة. تتكلم اليوم عن كمية المطالبات اللي تعدي من خلال البوابة الإلكترونية للضمان الصحي في إمارة دبي. احنا نتكلم في 2015 سلمك الله عن حوالي 15 مليون معاملة في السنة، يعني نتكلم عن أكثر من مليون معاملة شهريا. فلما مثلا أحيانا تتأخر عدد بسيط من المعاملات، نسبتها من العدد الكلي للمعاملات أو المطالبات لا يزال صغير، وبالتالي ما عندنا الموضوع هذا على شكل ظاهرة، وإنما أحيانا لأسباب معينة تحصل من شركة معينة أو من مستشفى معينة. أيضا دكتور، نحن هني ندعو كذلك حتى أي شخص يعني صادف أي مشكلة في أو وضع معين أن يتواصل معاكم، لأن هذه بطبيعة الحال تساعد في تطوير الخدمات، تخلينا نحن نعرف وين في مشاكل وممكن نحن نعالجها. فهذه مسألة مهمة. أرجع دكتور إلى موضوع سلامة ونابض، كيف سيزيدان من كفاءة المظلة التأمينية؟ نعم، مثل ما تفضلت الدكتورة ليلى، والتوجه الاستراتيجي للهيئة، الحقيقة مع تطور المنظومة الصحية في الإمارة راح ما يكون في اختلاف كبير ما بين العام والخاص. يعني سابقا كنا نقول الحكومة والقطاع الخاص، مع شمول كمواطنين أو كمقيمين أو حتى زوار قادمين للإمارة بمظلة التأمين الصحي، راح يبدأ القطاع العام والقطاع الخاص يتعاملون بآلية واحدة. جميع السكان مشمولين بالضمان الصحي، جميع أفراد المجتمع يحصلون على الخدمات سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، وشركات التأمين وبرامج التأمين تدفع مقابل الخدمة اللي يحصل عليها الشخص. وبالتالي هيئة الصحة اليوم ترعى منظومة الصحة في إمارة دبي بشكلها الأوسع اللي يشمل الحكومة والخاص، وبالتالي في حاجة ضرورية وكبيرة جدا لهالمستوى العالي من التنسيق، من ناحية البيانات، من ناحية المعلومات الصحية، من ناحية انتقال المعلومة الصحية بشكل صحيح ما بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات من مستشفيات وعيادات وأطباء، والاستفادة المثلى سواء بهدف توصيل أفضل خدمة صحية للمريض، وفي نفس الوقت بهدف تقليل تكلفة العلاج. مثلا إذا مستشفى عمل اليوم فحص لمريض، إذا شاف طبيب آخر ما يحتاج أن يعمل الفحص مرة ثانية، الفحص أوردي موجود ومعمول، وخلال قاعدة البيانات المركزية يمكن للطبيب الآخر اللي شافه سواء في الحكومة أو في الخاص أنه بس يعمل يطلب الفحص هذا ويطلع عليه، وبالتالي يأخذ المرحلة الثانية من العلاج. وبالتالي تقليل عملية الازدواجية في الفحوصات، عملية الازدواجية في كثير من الخدمات اللي يحصل عليها المريض سواء ما بين الخاص والخاص أو الحكومة والخاص، هذا من الأهداف الرئيسية اللي راح يحققها طبعا البرنامج الإلكتروني هذا، خصوصا برنامج نابض، واللي راح يعمل بالتأكيد على الاستفادة المثلى للموارد الصحية اللي تصرف على الصحة في إمارة دبي، وبالتالي تكون إمارة دبي فعلا منافسة من ناحية تكلفة الخدمات الصحية. نعم دكتورة ليلى، في سؤال يقول إن المستشفيات الخاصة صارت تجارية، فشو تردي؟
نحن طبعا في يفترض انها تكون تجاريه اصلا. نحن دائما في طبعا المنشآت الصحيه الخاصه لها مثل ما تفضلت اخوي محمود طبعا لازم يكون عندهم شويه دخل علشان يقدرون انهم يمشون المنشاه، لكن هذا الهدف هذا لا يطغي على جوده الخدمات اللي نحن دائما نطلع اليها، بان الخدمات اللي يقدمونها لازم هدفهم الرئيسي يكون الجوده وسلامه المريض. ونحن في هيئه الصحه في دبي دائما نضع المعايير والانظمه اللي تتأكد من أن الخدمات المقدمة في كل منشأة من المنشآت بغض النظر عن مكان موقع المنشأة أو بغض النظر عن نوع المنشأة، بأن الخدمات كلها اللي مقدمة بنفس الطريقة. المريض يوم يدخل المنشأة رقم مثلا ألف، الخدمة اللي يحصل عليها المريض نفسها اللي بنفس المريض بنفس المرض يحصلها في المنشأة باء. فنحن دائما نأكد على الجودة، والحمد بالله حتى في مؤتمر صحة العرب أطلقنا 9 لوائح جديدة. هذه اللوائح طبعا هيئة الصحة تحرص على أنها بشكل دائم تقوم بإصدار هذه اللوائح، وطبعا تسوي تحديث على اللوائح الموجودة بما يضمن جودة الخدمات وسلامة المرضى. نعم دكتور، اسمح لي اخوي محمود بعد اكد على النقطه هاي. طبعا فريق التنظيم الصحي الدكتوره ليلى وفريقها ما شاء الله يعني لهم جهد جبار في المجال هذا للتاكد من جوده الخدمات الصحيه اللي تحصل في اماره دبي من خلال نشر الادله العلاجيه واللوائح. الحقيقه اليوم اماره دبي سوق مفتوح على مستوى يعني على جميع القطاعات في جميع المستويات، كذلك في الصحه اليوم في خدمات عاليه المستوى من ناحيه الخدمات الإضافية، من ناحية الخدمات الصحية المستوى ثابت مثل ما تفضلت الدكتورة ليلى، وين ما تحصل الخدمة في إمارة دبي مستوى الخدمة الصحية ثابت، لكن دائما راح تكون في منشآت تقدم لك خدمات إضافية أعلى ولها تكلفة أعلى، وفي كثير من برامج التأمين تغطيها، وفي كثير من الأفراد حابين أنهم يستفيدون منها. فإحنا اليوم طبقنا تكامل المنظومة العلاجية في الإمارة على استراتيجية إمارة دبي في السوق المفتوح وفي توفير جميع الاختيارات لجميع المستفيدين من الخدمات الصحية كذلك، وهذا أتوقع شيء إيجابي جدا في إمارة دبي. لكن مثل ما تفضلت الدكتورة ليلى، المستوى العلاجي دائما ثابت في جميع المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة في الإمارة. طيب سؤال يقول الأخطاء الطبية اللي تحصل في الإمارة إلى أين يمكن أن يتجهون؟ عفوا أخوي محمود، إلى أين شو؟ ممكن أن يتجه إذا صار فيه خطأ طبي. هي نعم، طبعا أنا أحب أنبه على جميع المستمعين بأن الأخطاء الطبية هي يعني ممكن أن تحصل في أي دولة وفي أي منشأة، لكن بعض الدول تأخذ الأخطاء الطبية كوسيلة للتطوير ولتحسين جودة الخدمات. وطبعا نحن في إمارة دبي عندنا شفافية في تعامل مع الأخطاء الطبية، ونحن دائما ننشر حتى إحصائياتنا عن الأخطاء الطبية، كم خطأ طبي حدث وشو أسباب الأخطاء الطبية، وناخذ الأخطاء الطبية مثل ما قلت كوسيلة لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إمارة دبي. نحن دائما نحاول أن نقلل من نسبة الأخطاء الطبية في إمارة دبي، وعالميا أخوي محمود معروف بأن ما نقدر في أي دولة أن نمنع حدوث الأخطاء الطبية، لكن نقدر أن نقلل من أسباب حدوث الأخطاء الطبية. لا قدر الله إذا حد تعرض لأي خطأ طبي أو أنه يعتقد أنه تعرض لخطأ طبي، لأن المريض لا يقدر أنه يحزم مثل ما يقولنا أن هذا خطأ طبي، ولا أن هذا تعقيد من تعقيدات الحاصل اللي ممكن تحصل من جراء تقديم الخدمة، أنه يقدر أنه يتجه لهيئة الصحة في دبي إلى إدارة التنظيم الصحي، ممكن أنه يجي شخصيا ليقدم الشكوى أو عن طريق الشبكة الإلكترونية عندنا أو عن طريق الإيميل اللي هو regulation@dha.gov.ae، وكذلك عن طريق الخط الساخن اللي موجود 800 DHA ممكن نتواصل معنا، ونحن إن شاء الله نحن ننظر في الموضوع ونرد على المريض بالنتيجة النهائية. دكتور أيضا في سؤال يقول كيف أقدر أشتكي على شركة التأمين مالتي؟ سنطلع عندنا بوابة خدمة المتعاملين بضمان الصحي في إمارة دبي اللي هي iPromise iPromes، مجرد بس يحطها على جوجل iPromes تطلع للبوابة مباشرة. البوابة هاي الحقيقة تأخذ
الشكاوي، كذلك تأخذ أي ملاحظات على منظومة الضمان الصحي في الإمارة، سواء شركات التأمين العاملة، شركات إدارة المطالبات، المستشفيات المتعاملة بالتأمين الصحي، حتى حالات الثناء لو يعني مريض صادف موقف جيد وحب أنه يعطي كذلك فيدباك إيجابي، كذلك البوابة تأخذ جميع أنواع الحقيقة الفيدباك أو التغذية الراجع لمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي من خلال بوابة خدمة المتعاملين اللي هي آي بروميس، على طول توصل لنا الشكاوي هاي أو التعليقات هاي، وعلى طول يتم التعامل معها بشكل مباشر. طيب في مسج يقول love you RG، ما أدري الظاهر مطرش مسج بالغلط، يبغي طرشه حق حرمتين. عموما دكتور أنا عندي تقريبا دقيقتين، بعطي كل واحد فيكم دقيقة لكلمة أخيرة عشان ما ندخل في مجال منو يبتدي، فليدس فيرس تفضلي دكتورة. دكتورة راحت، دكتور معانا؟ هلا. اي خلاص الحين رديت لي يعني اي غصبا عني. نعم دكتور الله يسلمك، شكرا. طبعا يعني يمكن تعليق بس بسيط عشان نشرح للجمهور شوي اكثر عن سلامه ونابض. سلامه اليوم نظام المعلومات الصحيه في مستشفيات هيئه الصحه في دبي، ويمكن البرنامج سلامه هو الاكثر تطورا في انظمه المعلومات الصحيه في المستشفيات على مستوى العالم، راح فعلا ينهض بالمستشفيات والعيادات اللي موجوده في هيئه الصحه في دبي الى المستوى العالمي من ناحيه التعامل الالكتروني وسهوله الحصول على المعلومه الى درجه كبيره جدا، كذلك من الكفاءه التشغيليه وكذلك الكفاءه في مخرجات الخدمات والعلاج لافراد المجتمع. اما بالنسبة لبرنامج نابض، الحقيقة مثل ما يعني الاسم هو أن يضع الإنسان يده على النبض، وبالتالي من خلال برنامج إلكتروني متطور يربط ما بين جميع مقدمي الخدمات الصحية في الإمارة، ما بين شركات التأمين، ما بين العيادات الخاصة المستشفيات، جميع أنظمة اتخاذ القرار التي تتداخل مع المنظومة الصحية، راح يكون عنده قدرة كبيرة في استقراء المستقبل ووضع أنماط سلوكية مستقبلية والتعامل معها بشكل مبكر جدا، يؤهل الهيئة لأنها فعلا تكون سباقة في عملية تطوير المنظومة الصحية بشكل متكامل والتعامل بشكل مباشر مع أي شيء يورد لها. طبعا تتداخل هاي الأنظمة بشكل مباشر وكامل مع منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي اللي هي اليوم فعلا تعتبر من أكثر الأنظمة الصحية الإلكترونية تطورا، وبالتالي فعلا مع التكامل هذا راح تكون إمارة دبي بإذن الله تعالى وحسب توجيهات القيادة لنا دائما أفضل الأنظمة الصحية على مستوى العالم. هذا الهدف بالنسبة لنا مش هدف ديفور، وإنما هدف نسعى فعلا جاهدين من خلال هيئة الصحة ومن خلال جميع مقدمي الخدمات الصحية في الإمارة إن شاء الله تعالى إن إمارة دبي تحقق. دكتورة بما أن الدكتور حيدر خذ وقتك، ألو بعد راح الدكتور، أنا موجود معك بعدني. خلاص عيل دكتور نحن لأن رجعنا ويا الدكتورة والدكتورة بعد فصل الخط عندها مرة ثانية. عموما أنا في ختام هذه الحلقة ما أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من تابعنا ولكل من تواصل معنا عبر الرسائل النصية أو حتى من خلال برنامج بريسكوب، والشكر موصول كذلك لك دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي على هذه المداخلة وعلى وقتك الثمين، وكل الشكر كذلك للدكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي على تواصلها ومداخلتها، والحمد لله نيت الانقطاعات هذه على آخر البرنامج. دكتور ألف مبروك على الجائزة اللي حصلتوها، ونتمنى لكم التوفيق وكل الشكر. مشكورين، يعطيكم العافية على جهودكم الدائمة وعلى برنامجكم المتميز دائما أخوي محمود. شكرا دكتور. إذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، مثل ما ذكرنا أمس واليوم نحن شوية سلطنا الضوء على مشروعي سلامة ونابض، وقلنا أن هذه المشروعين مشروعين قوميين بيساهمون في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير، لأن حقيقة المشروع يحمل الكثير من الآثار الإيجابية التي ستصب فوائدها على الفرد وعلى المجتمع ككل.
عموما وصلنا لختام هذه الحلقة، لا أملك إلا أن نتوجه بالشكر لمخرجنا محمد الصفار ولفريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.